انت من العضو في النقابه نويل غشيم طبعا. واي فنان تصير له مشكله من النوعيه هذه هو عضو النقابه بالطبيعه نشيبه كيف كيف دونك ما نعرفش النقابه تحركت عينتوا له محامي حبيتوا تعرفوا اكثر تفاصيل اللي انا نعرف بالضبط. اللي انا نعرف فما تحركات حكيت مع سي لطفي بوشناق اكيد باش النقابه باش تقف مع زميلها الى ان يثبت الإدانة ولا البراءة خاطر احنا فنانين ولكن ماناش فوق القانون هذا باش نبداو واضحين باش الناس راه ما تشوفش اللي زعما لا لا فنان مهما كان فنان مش فنان وزير رئيس دولة اي انسان غلط او عمل معناتها يتحاسب طبعا يتحاسب طبعا وهذاك هو المجتمع اللي فيه عدل اللي العدل القانوني يطبق بحذافيره مع اي مواطن مهما كانت المكانه نتاعو او المقام ولكن قلبك يوجعك هذا اللي باش نقوله لك توا لي كومونتير والتعليق يقول لك كي تساند نور شيبة كيفاش تساند في نور شيبة ونور شيبة عمل له بالك شي عمل انسانيا انسانيا احنا نساندوا فيه شوف احنا نساندوا فيه اول شيء كزميل لينا به هذا واحد ثاني حاجه هو متهم الى بريء الى ان تثبت ادانته هذه حتى حد ما نجم يناقش فيه الموضوع هذا حاجه اخرى سبحان الله يعني هذا صاحبنا وصديقنا وزميلنا وعشره ما نجموش هكا فيس عن تقلبوا عليه معناه قله معروف او قله ادب او قله مش احنا هكا ما تربيناش هكا ومع هذا فما فنانين تقلبوا عليه لا نعرف اكيد فما فنانين تقلبوا عليه نقول لك حاجه وفما برشا اللي يتستناو باش انا نتقلب عليه خاطر انا كان عندي مشاكل كبيره مع نور ولكن انا بنت اصل وبنت ناس وتصلحت معاه وبسنا بعضنا وتسامحنا وقلت له طاح الكف على ذله هو يقدرني وانا نقدره دونك انا بالنسبه لي شوف اللهم لا شماتة لا في المرض لا في الموت لا في الحبس هذوما ثلاثة حاجات يعني عيب وعار أنه نتشمتوا فيها